هذا سائل يقول ينقل عن شخص أنه يقول عيسى عليه السلام بالنسبة لمن عبدوه فهو طاغوت، قال أحدهم أن هذا القول ينسب إلى ابن عثيمين رحمه الله. يكسب بدون يقول ابن عثيمين أن عيسى عليه السلام طاغوت، لو قال أحد أن عيسى طاغوت كفر بالله عز وجل. عيسى نبي من أنبياء الله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول لكن يقول يمكن يقول من عبد عيسى فقد عبد الطاغوت ولم يعبد عيسى، لأن الطاغوت هو الذي أمره بذلك، ولهذا يقول الله جل وعلا للملائكة ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن يعني الشياطين لأنهم أمروهم بذلك. يمكن أن الشيخ ابن عثيمين قال هذا، قال ما عبدوا عيسى وإنما عبدوا الطاغوت الذي أمرهم بهذا. نعم.